هنروح لاخر خبر معانا وختامها مسك. دايما احنا بنجيب اخبار منتخباتنا القوميه اللي فيها انجاز كبير، زي ما جبنا في الحلقه اللي فاتت واللي قبليها ابطال الكره الطائره جلوس وحصولهم على رابع العالم. النهارده منتخب مصر للشيش، لمنتخب مصر للشيش الشباب اللي هو 20 سنه سلاح للسلاح السيف، انا اسف سلاح السيف مش الشيش، منتخب مصر الشباب سلاح السيف كان بيلعب بطوله العالم في تونس، واستطاع لفتره كانت من 19 ل 20 نوفمبر واستطاع انه يحصد ذهبيه العالم. الف مليون مبروك لابطالنا، دي صوره ابطالنا طبعا اللي عملوا انجاز كبير جدا جدا، طبعا صوره يعني للتاريخ. في البدايه بداوا بالفوز على منتخب تونس 45-15، وبعد كده رحنا قبل النهائي الاول يعني الذهب خدناه على لا رحنا قبل النهائي لعبنا رومانيا، وبعد كده رحنا لعبنا بطل كبير جدا منتخب اوزبكستان واستطعنا نفوز عليه 45-44، يعني النهائي خلص فرق نقطه واحده 45-44 مع منتخب اوزبكستان. الف مليون مبروك زي ما قلنا لحضراتكم، ودايما بنجيب اخبار السلاح، السلاح من الالعاب اللي عامله طفره كبيره جدا على مستويين، مستوى الشباب والمستوى الكبير زيهم زي الخماسي الحديث، زيهم زي اتحادات كبيره ماشيه الجودو، خد عندك رفع الاثقال، عندنا اتحادات ماشيه بشكل جيد. نتمنى ان شاء الله نتمنى حصد ميداليات اكتر في طوكيو في باريس 2024 واحنا قادرين ان شاء الله على الفوز. طب مين قائمه الشرف الذهبيه في هذا المنتخب من اللاعبين؟ ادهم معتز وزياد نوفل واحمد هشام واياد معروف، ومعاهم كابتن شريف البكري والمدير الفني للمنتخب، ودي تاني ميداليه يحققها لاعبتنا في البطوله دي بعد فوز احمد هشام ببرونزيه الفردي، وده بعد فوزه على بطل رومانيا بنتيجه 15-11 قبل ما يخسر من بطل اوزبكستان بنتيجه 15-9. ولكن طبعا احمد هشام استطاع مع فرقته انه يعني يرد الهزيمه لاوزبكستان على مستوى الفريق ونفوز بالذهبيه. هنا انت على الفردي بتاخد برونز، على الجماعي بتاخد ذهب، انت ماشي بشكل جيد. الشباب اللي حضراتكم شفتوهم في الصوره دول بعد سنتين هيكونوا هم عماد منتخب مصر الكبير. كل التوفيق وكل التمنيات بنجاح السلاح طبعا او اتحاد السلاح ومنتخب السلاح، للحقيقه بنوجه لهم كل التحيه، وهنحاول الحقيقه نعرفهم بحضراتكم اكتر يكونوا معانا هنا طبعا في حلقه من حلقات الابطال.